كل التوفيق طبعا لفرقتنا فريق كره القدم اللي بيقدم مستويات اكتر من رائعه. خلينا نتكلم على مش بس نجاحات كره القدم في النادي الاهلي، لا احنا بنتكلم كمان على ملوك الصالات، كمان عندنا نجاحات كبيره جدا بيقدموها ابطالنا في على مستوى كره اليد رجال وشباب وكمان كره الطائره سيدات. وده يخلينا نتكلم بصراحه على الدور الكبير جدا اللي بيقدمه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي يمكن اسعدنا خبر يعني حلم من يعني كنا كلنا بنحلم بيه انه يكون في استاد باسم النادي الاهلي. خلاص الكابتن محمود الخطيب اعلن ان شاء الله باذن الله ومجلس ادارته ان شاء الله يوم السبت اللي جاي هيتم وضع حجر الاستاد الاهلي اللي هيتم ان شاء الله انشاؤه باذن الله في مدينه الشيخ زايد. وزي ما بقول لحضراتكم حلم كلنا كنا بنحلم بيه، خلاص حجر الاساس باذن الله يوم السبت. وده كمان خلينا نتكلم على الدور الكبير اللي بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب في ملف الكوره، كلنا شايفين النجاحات قد ايه على مستوى اللعبات الجماعيه، اذا كنا بنتكلم على طايره رجال سيدات، بنتكلم على سله، بنتكلم على كل الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه. كمان الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته مش ناسي وعوده، وعوده الانتخابيه اللي كل يوم بيقفل الملف بنجاح وبتألق غير عادي. كمان الحلم الأكبر إن شاء الله حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بإذن الله يوم السبت إن شاء الله هيكون طبعا بدعوة كبار ورجال الرياضة في مصر كلها، لأنه هيبقى يوم فعلا تاريخي للنادي الأهلي يا سهام إن شاء الله السبت الجاي. حلم كان النادي الأهلي بيحلم بيه، لعيبة، جهاز مجلس إدارة على مستوى التاريخ كله، جماهير رقم واحد. جماهير طبعا بتحلم إن احنا نروح بقى مكان هو ده بيتنا، هو ده ملكك انت. بالظبط. ودي خطوه مهمه جدا جدا اعتقد كلنا سعداء بيها، وان شاء الله يوم السبت الجاي هيكون وضع حجر الاساس ان شاء الله. دي اول الخطوه في يعني في بناء استاد فعلا يجمع الاهلاويه اللي بالملايين، اللي كم يمكن ده حلمهم من سنين طويله جدا ان يكون عندهم استاد بيرفع النسر، بيرفع اسم النادي الاهلي الحقيقه في العالي. وده يمكن النادي الاهلي اللي بيعمله مجلس الاداره النهارده، زي ما احنا بنقول يمكن المجلس الحالي الحقيقه بيتحرك على كافه المستويات. صحيح. مش بس في كره القدم، لا احنا بنشوف